يرزو 26/2/2013. هذا هو شارع الهجانة بعد قصف كتائب الأسد الهمجي على هذا الشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهدوا معي آثار الدمار الهائل في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بنية مدمرة بالكامل. هذا المنزل تم حرقه من قبل عصابات بشار الأسد القاضية جراء القصف العنيف.